بهدف صقل مواهب الطلاب وتشجيع المتميزين، اختتم مكتب التربية بمحافظة مأرب المسابقات المنهجية والملتقى العلمي لطلبة الثانوية العامة. التفاصيل في التقرير التالي. اختتم مكتب التربية والتعليم المسابقات العلمية والثقافية المنهجية والملتقى العلمي لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023-2024. نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أوضح أهمية المسابقات العلمية والمنهجية لتشجيع الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية. بداية نبارك لأبناء الطلاب الفائزين والمتأهلين إلى هذا المكان في مكتب التربية والتعليم محافظة مأرب، أبارك لهم، أبارك لأولياء أمورهم، أبارك لإدارة مدارسهم، أبارك لهم أيضا هذا التميز وهذا الإبداع. طبعا هذه المنافسات هي صقل لمواهب أبناء الطلاب، هي فرز للمتميزين في هذه المدارس للاهتمام بهم والعناية بهم في المستقبل، هي حث لأبناء المتأخرين للحاق بأبنائهم في هذه المستويات. أما هذا الوطن معقود بنواصي هؤلاء الطلاب لبنائه مستقبلا، للحفاظ عليه، على هويته من التشتت، من التمزق. نحن نبذل كل ما بوسعنا في مكتب التربية والتعليم لإحياء الأنشطة كونها تفرز القيادات المستقبلية لهذا البلد. نتمنى لأبناء الطلاب التوفيق، شاكرا لأولياء الأمور، لإدارة المدارس، لمعلميهم هذا الاهتمام وهذا التميز. مدير الأنشطة بمكتب التربية إبراهيم الجرادية أشار إلى أهمية المسابقات العلمية أو المنهجية في اكتشاف المواهب الإبداعية. طبعا برنامج المسابقات العلمية الثقافية المنهجية هو برنامج سنوي، يعد سنويا، يبدأ في بداية بالمديرية تصفية داخلية على مستوى المدارس، ثم ينتقل إلى مستوى المديرية ثم إلى المحافظة، والغرض منه هو يعني الوصول إلى مرحلة التميز والقدرة على التحصيل العلمي والمعرفة والجانب الثقافي. كذلك برنامج الملتقى العلمي لطلبة الصف الثاني الثانوي للأربع المواد العلمية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، هو برنامج يعمل على صقل مواهب وقدرات الطلاب علميا مدى أهمية المراجعة والمطالعة في المنهاج المدرسي، كذلك يعطي دافع للآخرين للحاق بزملائهم الطلاب. في الحفل الذي يقيم بالمناسبة كرم نائب وزير التربية والتعليم المدارس التي حصدت المراكز الأولى والطلاب الفائزين في المواد العلمية والمواهب في الإنشاد والشعر بالشهادات التقديرية والحوافز التشجيعية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.